السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل محاضرة رقم 24 Final Oxidative Decarboxylation دي ستيب 4 Last Oxidative Decarboxylation آخر حاجة بعمل لها Decarboxylation بس تشتغل أكسيد الكربون. السيسونايل كوإنزيم A is another higher energy thioester bond. Thioester bond. Thioester bond. Thioester bond. السيسونايل كوإنزيم A. فبالتالي هاي انرجي في انرجي هايلي ثيرمودايناميكالي فيفرابل وريفرسابل يعني الريفرسابل بيمشي في اتجاه واحد بس ريجوليتد باي برودكت انهبيشن يعني ممكن امنع الانزيم ده بان انا امنع تكوين السيسونايل كوانزيم الالفا كيتوجلوتيريت اللي اتكونت في خطوه 3 بالالفا كيتوجلوتيريت دي هيدروجينيز كومبلكس بتنتج طاقه الناد بلس بتحول الى ناد اتش وبدخل كوانزيم اس H تمام بيطلع ثاني اكسيد الكربون دي كاربوكسيليشن بيشيل CO2 انشال اهو تمام اتفضل هنا C دبل بوند O ماشي وهنا ركب هنا ادي C C دبل بوند O وهنا ركب مين S كوانزيم A طيب ده اسمه سيسونايل كوانزيم A الفا كيتوجلوتيريت ده هيدروجينيز الانزيم اللي شغل ده شغل خطوه 4 كومبلكس زي يعني هو مكون من ايه من مجموعه زي الايه البيروفيت ده هيدروجينيز اللي بيدينا الاسيتيل كوانزيم ايه سام كوانزيم ايدنتيكال ميكانيزم يعني في بعض الكوانزيم ولها نفس الميكانيزم نفس طريقه الشغل اكتيف سايت ديفرنت تو اكوموديت ديفرنت سايز سبستريت الاكتيف سايت بيختلف تبع السبستريت اللي بيشتغل عليه ادي الاولاني بيروفيت ده هيدروجينيز كومبلكس ده احنا اوريدي عارفين ده تمام ماشي بيكون لي الاسيتيل كوانزيم A ولكن في السيتريك اسيد سايكل بكون سيسونايل كوانزيم A من الالفا كيتو جلوتيريت تمام وبرده اوكسيديشن اوف ايزوليوسين اللي هي اليوسين وفالين بالالفا كيتو اسيد فروم ايزوليوسين ادي الالفا كيتو اسيد فروم ايزوليوسين تمام بيديني الفا ميثايل بيوتورايل كوانزيم A كل ده كوانزيم A تمام يبقى واحد اسيتايل بيتكون من البيروفيت تمام وواحد في السيتريك اسيد سايكل اسمه سيسونايل كوانزيم A بيتكون من الالفا كيتو جلوتيريت واحد في الاوكسيديشن اوف ايزوليوسين اسمه الفا ميثايل بيوتورايل كوانزيم A بيتكون من الالفا كيتو اسيد تمام اللي بيطلع من الايزوليوسين زي وكلهم بينتجوا ايه؟ ناد اتش ناد اتش ناد اتش. ستيب خمسه في الكريبس سايكل جنريشن اوف جي تي بي ثرو ثايو استر سيسونايل كوانزيم ايه؟ احنا قلنا السيسونايل كوانزيم ايه ده هايلي انرجي في طاقه فلازم اطلعها. هطلعها في صور الجي تي بي. سبستريت ليفل فوسفرايليشن دي بسميها سبستريت ليفل فوسفرايليشن. انرجي اوف ثايو استر الاو for incorporation of inorganic phosphate. هنا هيكون الانورجانيك فوسفيت اللي هي البي او 4 تمام مع الثايو استر اللي هي السي وبعدين اللي هي الاس ربطه الثايو استر اللي موجوده السيسونايل كوانزيم A سي وبعدين هنا اس وبعدين دبل بوند او دي اسمها ثايو استر goes through a phosphoenzyme intermediate بتديني جي تي بي وبعد كده بحوله الى اي تي بي طاقه ده بيكون فيفرابل وبيكون ريفرسابل تمام برودكت كونسنتريشن اب تو كيب لو تو بول فورورد يعني الناتج بخلي تركيزه شويه علشان يفضل التفاعل ماشي ناحيه الفورورد ناحيه تكوين الناتج generation of GTP through thioester substrate level phosphorylation by succinyl coenzyme add succinyl coenzyme احنا قلنا الخطوه ديت ريفرسابل تمام الجي دي بي بيديني جي تي بي تمام ماشي اهو باخد بي بالسوسونايل كوانزيم اي ساينتيز بيديني سوسونيت بيديني ايه سوسينيت تمام بيطلع كوانزيم اي اس اتش بيطلع الكوانزيم ده كوانزيم اي اس تمام اس اتش
والجي تي بي بتاخد البي وتتحول الى جي تي بي، تمام؟ ده ان اورجانيك فوسفيت. ستيب 6 اوكسيديشن اوف ان الكين اللي هي سنجل بوند لالكين، يعني بكون دبل بوند، بكون دبل بوند من سنجل بوند، رابطه ثنائيه، رابطه ثنائيه بكونها من رابطه احاديه، بشيل اتش من هنا واتش من هنا واحط دبل بوند بواسطه السيسونيت دي هيدروجينيز، السيسونيت ده هيدروجينيز بيحول لي السيسونيت، والفاد بتتحول الى فاد اتش 2، لان باخد الاثنين اتش دول بضيفهم على الفاد وبخليهم فاد اتش 2، ده فيه طاقه، تمام؟ ويكون لي هنا دبل بوند علشان اكون الفيومريت، تمام؟ ماشي. يبقى هنا بوند تو ميتوكوندريال انر ممبرين اللي هو ده السيسونيت ده هيدروجينيز، انزيم موجود في ميتوكوندريال، في الجدار الداخلي بتاع الميتوكوندريا. بارت اوف كومبلكسيتو ان ذا الكترون ترانسبورت تشين، ده جزء من الكومبلكسيتو اللي هناخدها في الالكترون ترانسبورت تشين. ده اوكسيديشن اوف الكين علشان اكون الكين، علشان اكون رابطه ثنائيه من رابطه احاديه لازم تحتاج فاد علشان يشيل الاثنين اتش دول. نير اكوليبريم تقريبا ريفرسابل، برضه لازم اخلي الناتج ايه لو علشان التفاعل يمشي فورورد. ستيب 7 هايدريشن اكروس ا دبل بوند بالفيومريز، يعني هرجع تاني ايه افك الدبل بوند اهو، الدبل بوند ديت هفكها، تمام؟ ماشي. وادخل او اتش، او تدخل هنا، او تدخل هنا مع الاتش دي، تمام؟ والاتش تدخل هنا بالفيومريز، تمام؟ بعد كده ده اسمه كربونيان ترانزيشن ستيت، كربونيان ترانزيشن ستيت. فايه اللي بيحصل؟ الفيومريز بيدخل تاني يدخل اتش، تمام؟ هنا دخل اتش، واضح؟ عشان دي هنا ايه؟ ماينس، ما ينفعش تكون ماينس، فبتنشال الماينس ويدخل عليها مين؟ اتش بلس، عشان يدينا ال مليت، ال مليت. ده بيكون فيفرابل وريفرسابل، برضه لازم اخلي المليت منخفض علشان التفاعل يفضل ماشي ناحيه اتجاه تكوين المليت. ستيب 8 اوكسيديشن اوف الكول تو كيتون بالمليت ده هيدروجينيز، انا عندي هنا، عندي هنا الكول، تمام؟ ماشي. ده او اتش الكول هعمل له اوكسيديشن، يعني هشيل اتش من هنا واشيل اتش من هنا واحط دبل بوند هنا، والناد بلس بتتحول الى ناد اتش، يبقى انا بحول ال ال مليت الى اوكزالو اسيتيت بالمليت ده هيدروجينيز، تمام؟ ماشي. دي فاينل ستيب اوف ذا سايكل، ده بيرجع يكون لي مين؟ الاوكزالو اسيتيت، تمام؟ علشان يشتغل عليه الستريت ساينتيز. ده unfavorable reversible oxalo acetate concentration لازم يفضل very low، تمام؟ بالسيتريت ساينتيز اللي هو الانزيم اللي بعده اللي اشتغل على الاوكزالو اسيتيت علشان التفاعل يفضل ماشي فورورد. دي كل السيتريك اسيد سايكل، ادي الاوكزالو اسيتيت دخل عليه الاسيتيل كوانزيم ايه، اداني سيتريت، السيتريت اتحول لايزوسيتريت علشان اقدر اعمل له اوكسيديشن، ادي ناد اتش طلعت. بعد كده الفا كيتوجلوتريت بطلع كمان ناد اتش، ادي اثنين ناد اتش، وبعدين سيسونيل كوانزيم ايه بيطلع لي واحده اي تي بي، بعدين السيسونيت ثلاث اتش 2، وبعدين ناد اتش 2، يبقى كام ناد اتش؟ واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه ناد اتش، واحده اي تي بي، واحده فاد اتش 2. هنا energy captured by electron transfer to NAD plus and FAD producing NAD H and FAD H2، وبتطلع لي 1 جي تي بي اللي بيتحول، يبقى هنا اداني المهم الناتج طلع لي 3 ناد، واحده فاد اتش 2، واحده جي تي بي. لو جينا المتفاعلات كلها دخلت اسيتيل كوانزيم ايه و3 ناد بلس اتحولوا الى 3 ناد اتش، والفاد اتش والفاد اتحولت الى فاد اتش 2، والجي دي بي اتحولت الى جي تي بي طبعا زائد البي، تمام؟ وطبعا دخلت ايه؟ 2 جزيء ميه، تمام؟ ماشي. وطلعت بثاني اكسيد الكربون وثلاثه بروتون، ثلاثه بروتون. دايركت اند اندايركت اي تي بي، يعني انتاج الاي تي بي بشكل مباشر وشكل غير مباشر، تمام؟ هنا ستيوكيمتري اوف كوانزيم ريدكشن اند اي تي بي فورميشن ان ايروبيك كونديشن، ايروبيك اوكسيديشن في وجود الايه؟ الاكسجين، اوف جلوكوز فيا جلايكوليسيس، تمام؟ ده بيطلع لي اي تي بي.
ده بايروفيت ده هيدروجينيز كومبلكس رياكشن، ده سيتريك اسيد سايكل اند اوكسيديتيف فوسفوريليشن. ديت كل ده بيطلع لي اي تي بي. طبعا لو جيت هنا الجلوكوز للجلوكوز 6 فوسفيت بيطلع لي 1 اي تي بي. نمبر اوف التيميتد فورميت، نمبر اوف اي تي بي اور ريديوسد كو انزيم دايركتلي. تمام، هنا فركتوز لفركتوز 1.6 باي فوسفيت. تمام، بشيل اي تي بي، بستهلك اي تي بي هنا، بستهلك اي تي بي، يبقى ناقص واحد، ناقص واحد. ده ل 2 و3 باي فوسفيت، لا الاول ده جليسرال دايت 3 فوسفيت ل 1 و3 باي فوسفو بيطلع لي 2 ناد اتش. تمام ماشي، دول بيمثلوا تقريبا من 3 او 5 اي تي بي. وبعدين هنا ده بيطلع لي 2 اي تي بي دايركتلي، ده بيطلع لي 2 ناد اتش، ده 2 ناد اتش، ده 2 ناد اتش، كل دول في الكريبس سايكل. وبعدين ده بيطلع لي 2 اي تي بي او 2 جي تي بي، لان 2 سيسونايل. لان ما بيطلب ليه 2 سيسونايل؟ لان اللي بيطلع من الجلايكوليسيز 2 بايروفيت، كل واحد بايروفيت بيشغل واحده كريبس سايكل. تمام، يبقى اضرب في 2 على طول، 2 مليت يبقى 2 فات اتش 2 مش 1. وبعدين طبعا التوتال من 30 ل 32 اي تي بي، اللي هو من الجلايكوليسيس والكريبس سايكل. دول من الجلايكوليسيس والكريبس سايكل بس، الاثنين مع بعض من 30 ل 32 اي تي بي. كريبس سايكل انترميديت ار امفيبوليك. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا. ان ايروبيك اورجانيزم، في الكائنات الهوائيه، السيتريك اسيد سايكل از امفيبوليك باث واي. يعني وان ذات سيرف ان بوث كاتابوليك اند انابوليك، يعني بيحصل فيها نوعين من التفاعلات اللي هي السيتريك اسيد سايكل، بناء وتكسير. بيسايد اتس رول ان اوكسيديتيف كاتابوليزم اوف كربوهيدرات، يعني بتكسر الكربوهيدرات والفاتي اسيد والامينو اسيد، برضه بتبني باي ساينثيتيك باث واي. يعني لو جينا هنا، تمام، هنا بتبني فاتي اسيد انابوليزم، تمام ماشي، بتكسر، ها بيبني، يعني السيسونال كوينزيم ممكن بروفرين هيم بيبني. تمام ماشي، هنا بتبني الجلوكوز ممكن من الفوسفوينول بايلينيلوكزالو اسيتيت، ممكن بالبايروفيت ده فوسفوينول بايروفيت كاربوكسيتين فوسفوينول بايروفيت يكون لي الجلوكوز. تمام ماشي، ده اسبارتيت يعني بيتكسر لامينو اسيد اهو، نفس القصه. ففي فعلشان كده بقول عليه امفوبوليك، لان بيحصل فيها كاتابوليك باث واي وانابوليك باث واي. انابليروتيك رياكشن، يعني ايه ده؟ انترميديت، الانترميديت اللي موجوده في السيتريك اسيد سايكل ممكن استخدمها علشان تكون لي ايه؟ اكون لي ايه؟ مركبات داخل الجسم، يعني بشيلها من السايكل. ماست ريبلينش ذا انترميديت باي انابليروتيك رياكشن ان اوردر فور ذا سايكل اند سنتر ميتابوليك باث واي تو كونتينيو. يعني بشيل بعض الانترميديت تفاعلات اسمها انابليروتيك رياكشن علشان اكون ايه؟ انت عشان اكون مركبات ثانيه. فور كربون انترميديوت ار فورمد باي كاربوكسيليشن اوف 3 كربون بريكرز. يعني بكون، بجيب 3 كربون من السيتريك اسيد سايكل، تمام، واطلعهم يكونوا لي مين؟ 4 كربون بالانابلوريتيك رياكشن. يعني مثلا البيروفيت لو دخلت عليه باي كربونات واي تي بي يديني اوكزالو اسيتيت، تمام، واي دي بي زائد بي ده في الليفر والكدني. فوسفوينو البيروفيت لو دخلت عليه ثاني اكسيد الكربون والجي دي بي بيديني اوكزالو اسيتيت وجي تي بي، ده في الايه؟ في القلب والعضلات الهيكليه. ريجوليشن اوف سيتريك اسيد سايكل، ازاي السيتريك اسيد سايكل ديت بتتنظم؟ ريجوليتد ات هايلي ثيرموداينامك، بتكون فيفرابل والريفرسابل ستيب، الريفرسابل غير عكسيه. البيروفيت ده هيدروجينيز الاولاني و سيتريت ساينتيز، تمام، والايزو سيتريت دي هيدروجينيز، تمام، والالفا كيتو والفا كيتو جلوتوريت ده هيدروجينيز. الثلاثه ده هم بينظموا مين؟ السيتريك اسيد سايكل. جنرال ريجيولاتوري ميكانيزم اكتيفيتد باي سبستريت افيلابيليتي، طبعا لو كانت السبستريت متوفره هتشتغل، تمام، ولو النواتج اتراكمت مش هتشتغل، ده حاجه جنرال يعني. اوفر البرودكت اوف باث واي بتطلع لي ناد اتش وفاد اتش 2 واي تي بي.
affect or regulated enzyme in the cycle، بتأثر على كل الإنزيمات اللي موجودة في السايكل. الانهيبيتورز اللي بيمنعها الناد، لو في ناد اتش ما تشتغلش، ولو في اي تي بي ما تشتغلش، لان انا بشغل السيتريك اسيد سايكل عشان اطلع اي تي بي وناد اتش. اللي ينشطها العكس بقى، الناد بلس لو كتير تشتغل، والاي ام بي يعني ما فيش طاقه تشتغل. كده خلصنا محاضره 24.